بضع عقود مرت على انطلاقة بث التلفزيون الأردني، استطاع خلالها أن يرسي قواعد الشراكة في البناء والعطاء، ويكون الشاهد المرئي والموثق بصوت وصورة مراحل من إنجاز الدولة الأردنية التي نهضت من جديد بعد نكسة عام 1967، حيث كانت أجهزة الإعلام لاعباً أساسياً في هذه الحرب. وكان تفكير الحسين رحمه الله وحكمته قد سبقت نكسة 67، فقد بدأ التفكير والتخطيط لإنشاء محطة تلفزيونية أردنية منذ العام 1964، حتى اكتملت جميع التجهيزات، وقد تم إرسال مبعوثين من الأردن للتدريب على عمل التلفزيون إلى دول غربية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. 1971-72 فصلنا قناتين، القناة الأولى اللي هي كلها بالعربي، وقناة ثانية كانت أول محطة تبني قناة أجنبية، أخبار بالإنجليزي، أخبار بالعبري، أخبار بالفرنسي. فكان التلفزيون الأردني خلال هالفترة هذه يعني من الرواد بالفكر وفي البرامج. ما ننسى البرامج، يعني إنه التلفزيون الأردني هو كان الأساس تبع الدراما الأردنية. عام 1968 انطلق التلفزيون الأردني، وبداية البث للتلفزيون الأردني الذي ولد على يد مؤسس التلفزيون الأستاذ محمد كمال، حيث أعطى الملك الحسين بن طلال إشارة البدء لانطلاق البث ليكون الأردن من الدول الرائدة في البث التلفزيوني. مسيرة التلفزيون الأردني مسيرة طويلة، هي مسيرة مؤسسة وطنية شكلت منذ انطلاقتها منارة إعلامية، وكانت المدافع عن قضايا الوطن وتطلعات قيادته وإنجازات شعبه. التلفزيون الأردني حقق حقيقة نقلة نوعية وقصة كفاح وتطور منذ انطلاقة شاشته منذ عام 1968، حيث حمل رسالة الدولة الأردنية بكل كفاءة واقتدار من خلال منظومته البرامجية والإخبارية والهندسية المتطورة. والتلفزيون الأردني الذي تعكس شاشته على الدوام قيم الدولة الأردنية بمأويتها الثانية. تم رفض التلفزيون الأردني بأحدث التقنيات الهندسية والتقنية، وتم إعداد الكوادر البشرية الأردنية ليصبح التلفزيون الأردني مدرسة وجامعة بالكفاءات التي عملت لاحقاً في عشرات المحطات التلفزيونية العربية والعالمية. مضت مسيرة التلفزيون الأردني مع مسيرة الأردن العظيم بقيادته الهاشمية وأبناء الأردن الأوفياء لرسالته، فكان عين الوطن وشاهدا صادقا على إعلاء صروحه ومؤسساته. فهنا الإنتاج التلفزيوني داخل أروقته واستوديوهاته، وهنا عين الكاميرا ترصد جماله ومفاتنه وتؤرشف لتراثه وحاضره، حيث أولى جلالته جل اهتمامه بالإعلام الأردني في مختلف الجوانب، وكان للتلفزيون الأردني النصيب الأكبر نمواً وتطوراً تقنياً. وأسهم التلفزيون الأردني في نقل صورة الأردن الوثاب للغد أمام تحديات الجسام في الإقليم والعالم، ولعل إسهاماته عبر جائحة كورونا في استدامة العملية التعليمية والتربوية بإطلاق 3 قنوات تعليمية بوقت قياسي وسام فخر على صدره، خصوصاً وأن الإنجاز تم بسواعد أبنائه وترجمة للرغبة والأمر الملكي السامي. وبات الحيز الفضائي للتلفزيون الأردني يحمل شارة 5 محطات: القناة الفضائية الأردنية، التلفزيون الأردني، القناة الرياضية الأردنية، درسك، درسك واحد، درسك اثنين. واسمحوا لنا مرة ثانية مشاهدينا نرحب بالأستاذة الإعلامية المصرية الكبيرة سلمى الشماع. ست سلمى، يعني كل واحد فينا مر في ذكريات ما بينساها في حياتنا الإعلامية كمذيعين كإعلاميين، وما بتنتسى يعني، وكل واحد لتلفزيونه في بلده إله كمان بصمة في حياته لا تنسى. فأنا راح أترك لحضرتك تحكي لنا عن التلفزيون المصري وذكرياتك معاه والسنوات الطويلة اللي قضيتيها في حياتك الإعلامية في هالاستديوهات الموجودين فيها. ست
ست لنا أنا يعني أولا سعيدة بالتجمع العربي ده، ويعني حاجة جميلة قوي إن احنا نكون مجتمعين، وفلسطين والأردن والعراق يعني حضارات يعني وحضارة مصرية يعني من فجر البشرية. فيعني متهيألي إنه البرنامج ده فيه كده يعني عبق الحضارة والتاريخ، يعني انتوا بتمثلوا مجموعة بلاد هي الحضارة والتاريخ. فيعني متهيألي إنه حاجة مهمة جدا إننا يعني يبقى في عندنا التاريخ ده، عشان واحنا بنتقدم لقدام بنبقى يعني أقدامنا ثابتة، واحنا حاسين بفخر، واحنا حاسين انه احنا يعني نستطيع. يعني في بروجرام حلو قوي اسمه مصر تستطيع، فيعني مصر تستطيع ليه؟ لانه وراها التاريخ والحضارة اللي يعني نورت الدنيا كلها، فاحنا نستطيع. فاحنا بيكو ومعاكو اكيد يعني الحلقات اللي بيقدمها البرنامج الناس بتستناها، وفي دول مختلفة، دي حاجة جميلة جدا. يعني انا بهنيكو ويعني سعيدة بالتجمع ده. جميل. تلفزيون مصر اليوم تلفزيون رائد في العمل الإعلامي، تجربة كل التلفزيونات العربية أخذتها وتعلمتها من التلفزيون المصري، شو سبب الريادة هاي برأيك؟ الفكر، هو يعني الفكر هو اللي بيخلق التميز والريادة. لو في فكر أنت يعني هتأثر في عقل ووجدان المشاهد، وهتقدر أنه ترتقي بيه. إنما لو ما فيش فكر هتبقى بتقدم شيء عشوائي، والعشوائية هتأدي العشوائي. أستاذة سلمى، طبعا شرف تواجد في برنامج بيت للكل، هذه القامة الإعلامية الفذة التي أعطت ما أعطت للتلفزيون، وخاصة في مجال الإعلام، هذه مهنة المتاعب والسلطة الرابعة في نفس الوقت، ونحن اليوم في زمن التقدم والتكنولوجيا والسوشال ميديا وهوس المتابعين والمشاهدات، ووقت الذي لا يفرق بين الإعلام الإعلامي أو الإعلامية وبين المشهور أو المشهورة. كيف اليوم ممكن أن نحدد خطوات لكل إعلامي واعد يتابع هذا البرنامج كي يستفيد من نقاط مهمة تفيده في مسيرته الإعلامية؟ ما هي أهم الركائز لكل إعلامي ناجح أو إعلامية ناجحة؟ هو يعني هي تركيبة من كل حاجة، يعني من أشياء كثيرة مهمة جدا. يعني أنا بدايتي كانت في جريدة الأهرام، طول النهار عايشة مع سيف ولي، أدهم ولي، صلاح طاهر، سعيد درويش، كل الرسامين العمالقة دول. وبعدين أنا كنت في الدور الرابع اللي فيه الديسك وفي صالة التحرير وفي الناس دي كلها، كلهم أسماء يعني تخض طبعا. وبعدين الدور الخامس كان ده بقى يعني لوحده حكاية، يعني ما بين إن أنا أبقى يعني فجأة كده أبقى قدام يعني بدون ألقاب، بس هو الكبير العظيم نجيب محفوظ الله يسلم، أو برضو مش هقول ألقاب عشان يعني توفيق الحكيم، يوسف إدريس، يحيى حقي، زكي نجيب محمود، يعني حاجة، سناء البيسي، أسماء. يعني أنا كنت بمشي على تراتيف صوابعي علشان انه يمكن اسمع
يطلع لي بقى من مكتب من المكاتب دي صوت نجيب محفوظ بيتكلم مع يوسف إدريس بيهزروا مع بعض، توفيق الحكيم مثلا بعصايته وهو، ومع الوقت بقت البيبان دي ممكن تتفتح لي كمان، فكنت بيبقى في حوارات صغيرة وطبطبة وبرافو دعم طب يلا يعني في، فأنا يعني بجد طلعت في يعني في مجموعة من النخبة الثقافية الأدبية العملاقة، وأنا عمالة بشرب يعني باخد من ده ومن ده ومن ده وبسمع وبشوف وبقعد مع الناس وبنتكلم، ودايما انا بسمع وانا بسمع كويس قوي. فالعمليه بالنسبه لي حطت يعني الواحد بيبقى وهو شاب طالع من المتخرج من الجامعه بيبقى في جواه حاجات كتير مفتحه، بس يعني هي مفتحه وبتستقبل. فالحاجات كلها دي اللي عندي دي استقبلت من يعني من عظماء. يعني انا قاعده اتخيل معاكي، اولا يعني انا عايزه اقول لكم ان انا في اصعب لقاء، يعني وجود مدام سلمى قدامي يعني هي بالنسبه لنا قيمه كبيره جدا في التلفزيون، وكنا يعني كلنا يعني كاعلاميين نتمنى نبقى يعني زي مدام سلمى، لانه مدام سلمى كمان دخولها التلفزيون كان دخول مميز جدا، لان هي جاءت من الاهرام صحيفه عريقه اجيال بقى قويه مسنوده زي ما انتم سامعين بتقول لكم نجيب محفوظ ويوسف ادريس مع حفظ الالقاب طبعا زي ما حضرتك قلت. لكن دخلتي التلفزيون في ظل بدايات قويه جدا، والناس كلها العيون مش بس في مصر، العالم العربي عايز يشوف التلفزيون المصري هيقدم ايه. هو بصي انا يعني بجد يعني بشكر ربنا على انه كان عندي حظ الحقيقه كبير قوي، يعني حظي ان انا اعيش في بدايتي في بدايه حياتي مع المجتمع يعني مخملي طبعا الحقيقه. أو ده اول برامجك ايه مدام سلمى كانت هنا في ماسبيرو؟ ابتديت في برنامج كانت بتقدمه أماني ناشد بجلالة قدرها يعني. طبعا. فدخلت في البرنامج اللي كانت بتقدمه أماني ناشد ومع الأستاذ مفيد فوزي ومع الأستاذ رؤوف توفيق. في الإعداد. نعم. كان هما بيقوموا برئاسة التحرير البرنامج. كان هما كل واحد أسبوع. وما خدتش شهرين فندهولي الأستاذ مخرج الكبير محمد سالم، قال لي انت هتعملي النادي الدولي مع سمير صبري. ايوه. فالنادي الدولي ده يعني مصر كانت بتبقى فاضيه، الشوارع فاضيه طبعا. لما خليني اقول لكم النادي الدولي ده زي سهره تلفزيونيه عظيمه بالظبط. سهره يعني التلفزيونات في العالم دلوقتي التقدم بتاعها بقى هو النادي الدولي. صح. مثلا لو اتكلمنا عن المذيعين دلوقتي او الوان مان شو اللي بيطلعوا دلوقتي زي جيمس كوردون مثلا او لاري كينج فالن. نعم. لاري كينج مثلا. ايوه. كل الناس دي، بس دول متحركين اكتر كتير يعني. هو دلوقتي ده النموذج، هو كل البرامج دي بتلاقي ان هم بيقدروا يحاوروا في سياسة، يرقصوا، يغنوا، يمثلوا، متحركين جدا. وفي نفس الوقت البروجرام قايم على شخصيتهم، وده كان سمير صبري. صحيح. يعني البذرة الاولى. نعم. البذرة الأولى. أيوة. لهذا الفكر. صحيح. اللي موجود اليوم. أيوة. يعني عاوز أقول إنه الفكر كان موجود
يعني والبرامج، يعني البرامج كلها كانت فن الباليه مثلا، فن السينما في زوم، فن المسرح، فن يعني هو كان فنون وكان ثقافة. وبعدين كان برضو الانترفيوز لما بتتعمل بتتعمل مع مثلا طه حسين، طه حسين العقاد يعني تلاقي في الاستوديو ضيفك طه حسين او العقاد. انا عماله اقول اسماء ناس صحيح. حدثت سلمى يمكن بيدخلنا لفكره معينه بانه زي ما احنا بنحكي عن ضيف بيكون قدير جدا، فما بالك المذيع بده يستطيع يحاور هذا الضيف. كم الان موضوع الفكر، وانت ركزتي على موضوع الفكر لنجاح التلفزيون المصري، اختصرتيها لانه فكر. الان كم الفكر ضروري للاعلامي في ظل ظهور ما يسموا انفسهم اعلاميين او السوشيال ميديا او السوشيال ميديا؟ في حاجات حلوه وفي حاجات فيها فكر وفيها حاجات بنستفيد منها، دي قليله. الاكثر يعني انا بسمي الاكثر اهل الشر. أهل الشر صحيح. أشكلها أكتر بالضبط أهل صحيح. الشر يعني دول قصدها تاريخ قديم، يعني لو بنتكلم على إزاي يعني أنه اللي حصل ده كله على السوشيال ميديا وتأثيره على مجتمعات كاملة وتأثيره في الـ في الـ في الماس كده بشكل مدمر. يعني ده نرجع بقى لماكيافيلي مثلا الإيطالي الجنسية من القرن الخمستاشر، وقال لك يعني النظرية بتاعته فرق تسد كتاب الأمير. نعم كتاب الأمير، أيوة لبرانس. يعني فعلا هو ده مثلا لو هتيجوا بعد شوية هتلاقوا جوبلز مثلا في الحرب العالمية الثانية والبروباغندا مصطلح البروباغندا اصلا ظهر مع جوبلز. مع جوبلز بالضبط لما هو كان هو الحرب العالمية ضد هو البداية بتاعت البروباغندا صحيح. فهو ده بقى اللي بعد كده فضل يعني يتطور 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 مع من خلال بقى استراتيجيات ومن خلال نظم جديدة ومن خلال حاجات كتير قوي. بنوصل مثلا في السبعينات الثمانينات بنلاقي انه احنا كنا في التلفزيون احلى برامج، يعني النادي الدولي ده ما كانش فيه اعلان واحد، كان بيشد المشاهد من اول ثانيه لاخر ثانيه، وما فيهوش اعلان، ما عليهوش اعلان. عذرا على المقاطعه استاذ سلمى، اليوم حقيقه كثير من التفصيلات المهمه اللي نواجهها بحياتنا، خاصه حضرتك شخصتي بمسمى اهل الشر، وايضا هناك من يفسد الذائقه العامه وتشويه صوره الاعلام العربي، وهناك ما دس السم بالعسل من خلال برامج معينه تحاول تشويه الذاكره التي اعتدنا عليها، الذاكره الجميله في البرامج المنوعات، في برامج الثقافية، في الأدبية، في جميع التخصصات. كيف اليوم يمكن أن يكون دور الإعلام الحقيقي ودور هذه المؤسسات الرصينة، إن كان على صعيد تلفزيون مصر أو تلفزيون العراق أو الأردن أو فلسطين، أن نقول لأصحاب الشر قفوا حتى لا يكون مجسات النجاح لديهم هي نسب المشاهدة؟ ما من الممكن اليوم للمجرم بأي منطقة يكون أشهر شخص في هذه المنطقة، لما نسألين على شخص مجرم كلها بتدليك مكانه وتدليك البيت. أيوة طبعا، هو المفروض أن أنت نحن نشتغل على كل اللي هم بيشتغلوا عليه ونعمله بالمستوى اللي يخلي المشاهد يروح لك وما يروحش لأهل الشر. أكيد أنا بتفق جدا مع كل الكلام اللي بتقوليه، لكن هناخد فاصل، وبعد الفاصل انا نفسي كمان يعني اكيد يعني بما اني هنا بس يعني عندي معلومات كتير على المدام سلمى، عايزين برضو نستمتع بيكي ونعرف ازاي انت كمذيعه ناجحه، كنت مذيعه ناجحه جدا في التلفزيون من برامج نادي الدولي زوم وغيرها بقى من كل الحاجات اللي كانت بتقدم في التلفزيون، الى قياده في انطلاقه جديده بشباب لقطاع هيقدم
محطة جديدة اسمها النيل للمنوعات. فأنا برضو السؤال ده هنبقى محتاجين الإجابة عليه، فنستأذنك في فاصل قصير ونعود ونستكمل لقاء الليلة ونحن في يعني حضرة ماسبيرو معنا الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع. فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم. إنها بغداد والهواء والإرسال، صبيحة نهار يقرأها التاريخ بتأنن، الثاني من أيار صيف 1957. فهذه الأقمار والعاملون فيها تتهيأ لمشاركة أول بث لتلفزيون عربي في الشرق الأوسط. تخيل ماذا لو كنت جالسا هناك في انتظار هذا الخبر الأول، خبر انطلاق أول تلفزيون من العراق وتحديداً من عاصمته غير المكتشفة بعد للجماهير. المخاطبة من خلال شاشة صغيرة، حتى من بعض الأمور اللي بيها نوع من الفكاهة، أحد أصدقائي يقول من جبنا أمي ودنا ننظر للتلفزيون رأساً لبسة العباية وخجولة، تصور المذيع ده يشاهدها يعني، فجزء من الطرافة. ولكن هي شركة العام يعني التلفزيون لعب دور كبير، دور على مستوى النضال الوطني، على مستوى الوعي المجتمعي. مشاعر مختلفة عاصرها أولئك الذين يترقبون مشاهدة أول بث إرسالي للتلفزيون العراقي، فهي ليست جريدة يومية تقرأ ولا حتى مذياعا ينقل أصوات فعاليات غير مرئية، بل خطوة ريادية هي الأولى في تشكيل ذائقة عربية فنية وموسيقية وحتى اجتماعية ضمن أجيال. التلفزيون مهمة أساسية في تغيير ثقافة وإحساس وجمالية الأشياء التي يمكن أن تؤثر في الناس وتسهم في تطورهم وثقافتهم ووعيهم وحتى في ذائقتهم الجمالية. الجمال يصنعه التلفزيون بشكل أساسي. هذه الذاكرة مرت مثلها مثل قصص كثيرة، لكنها احتفظت بذائقة خاصة للمتطلعين في تجارب الإنسان ومغامراته الرائدة شرقا وغربا. من بغداد لبرنامج بيت للكل، صبر كاظم. أهلا بكم مرة جديدة في بيت للكل، وإحنا فعلا في البيت. أيوة. إحنا في البيت في التلفزيون المصري. مدام سلمى يعني من مذيعة ناجحة، من أوائل المذيعات، برنامج الناس كلها بتشوفه، إلى أنه طلب منك تبقي في القيادة. هل كل مذيع ناجح يقدر يقود محطة ويقود شباب إلى يعني مستقبل جديد؟ لأن أنت اتنقلتي بالشباب دول إلى إعلام مختلف، يعني أكثر شبابية وكان في روح جديدة يعني حتى مش موجودة في التلفزيون المصري. هو أنا الحقيقة عمري ما فكرت إنه يعني أمسك حاجة إدارية، يعني مش يعني عمري وما حبيتش. ولما يعني كلموني على إنشاء قناة النيل للمنوعات أنا كنت مترددة جدا، وقعدت فترة يعني ما بنامش وحاسة أن أنا إيه اللي دخلني في الحكاية دي. وبعدين يعني كان عندي أصدقاء كتير من المجتمع الثقافي وكده، وقعدوا يقولوا لي بالعكس يعني تقدري تعملي ده. وقلت أن أنا مش عاوزة الكراسي، يعني احنا النهاردة يعني لانه ده بيت الكل ففي البيت غالبا بنبقى قاعدين، بس لو عاوزين نعمل اي حاجة نعملها ونرجع. انما انا قلت عاوزة كل الناس تبقى بتتحرك، كل المذيعين والمذيعات في قناة النيل المنوعات كانوا متحركين، كانوا عندهم مهارات مختلفة. فده عمل يعني نقله كده نوعيه وكيفيه في الاعلام، في يعني
كان حاجة جديدة فعلا يعني. وهم كانوا يعني عندهم الإمكانيات دي وقدروا يعملوا ده بكل خفة الدم. النقطة اللي هي عم نحكي فيها بين الإعلامي يتحول الكاميرا عشقنا يعني. أيوة. فبصير شوي صعب إنه يروح لمكان يكون فيه إداري ويبعد عن الكاميرات. بنفس الوقت في هنالك صورة أيضا فيها مقاربة بإنه كيف هو ببلش المذيع صغير وبسيط في خبرته، بده بس ياخد أي خبرة يعني أو أي فرصة أي ناس ياخد في إيده. كلنا مرينا في هاي المرحلة لبعدين يصير أستاذ في الإعلام ويخرج من تحت أيديه تلاميذ. كم بيكون سعيد في هاي يشوف يعني ناس بيدربهم عم بيطلعوا على شاشات إنه هذا أنا دربته، أنا أعطيته معلومات، أنا وجهته. خلينا نحكي كمان عن هاي المرحلة من التلاميذ اللي تخرجوا من تحت أديكي وبخبرتك الكبيرة هاي الإعلامية. كل اللي اشتغلوا في القناة كانوا يا إما في آخر سنة جامعة يا إما لسه متخرجين. فكانوا كلهم صغيرين جدا. وأنا عملت يعني كنت في مثلا في البيت عندي بستقبل ناس كتير قوي، مثلا بيجي لي 100 حد في البيت وبعدين أقعد أتكلم معهم وكده، وبعدين مثلا أقول طيب أنا هتصل بعشرين واحد منهم وبعدين أقعد معهم مرة تانية وبعدين أقول طب يدخلوا بقى التست في التلفزيون يعني. والشباب اللي كان بيجي ساعات كان بيجي 300 حد ناخد منهم 3 يعني 2 وكانوا بيجوا كتير قوي. فالشباب فعلا كانوا يعني كانوا لزاز جدا وكانوا يعني مشرقين. وانا كنت حاسه انهم يعني اولادي يعني. انا كنت بسرحهم وبحط لهم ميك اب وبختار لبسهم فكلهم دلوقتي ما شاء الله يعني كلهم بقوا حاجه كبيره قوي وناجحين قوي. ودي حاجه تسعدني مش بس المذيعين على فكره يعني. مثلا هشام نزيه ده دلوقتي بقى طبعا موسيقي رائع يعني عالمي يعني. هو عنده شو على مسرح برودواي، عمل مارفل وعمل دلوقتي بقى عمل الاحتفال الكبير بالمومياوات. طبعا هو اللي وضع الموسيقى بتاعه. ايوه يعني هو حاجه فظيعه. برضو من الناس اللي كانت لسه صغيره قوي وفي اخر سنه السيناريست اللي دلوقتي بقى حكايه جامده جدا نمبر 1 وانا بحب شغله بشكل غير عادي عبد الرحيم كمال طبعا. وكان معاه ناصر عبد الرحمن. فالاثنين كانوا الورشه اثنين مؤلفين كبار يعني طبعًا. يعني اكبر اثنين سيناريست يعني استاذ سلمى وتامر حبيب صحيح. تامر حبيب برضو يعني مؤلفين كبار دول. طيب أستاذة سلمى يعني كان في مهمة الاختيار اللي هي المسؤولية التي تلقى على عاتق المدير المسؤول عن اختيار الطلاب الجدد المنتسبين الجدد للهيئة العامة والإذاعة التلفزيون المصرية. يعني نعطي الوصفة السحرية للمذيعين اللي حابين يفوتوا على هذا المجال، كيف بيتم اختيار المذيع؟ شو هي المواصفات اللي بتشوفيها أستاذة سلمى في المذيع لحتى تقرر إنه هذا فعلاً بيستحق إنه يخوض هاي التجربة؟ وشو حكاية وهل الشكل ضروري كتير زي ما الناس ماخدة فكرة مثلاً. إنه لازم أيوه. الشكل يعني. دائماً يوصفون أيضاً الكاريزما هل هي شكل أم هي حضور؟ طبيعي جداً إنه يكون عنده لغات. اللغات دي أساسية دلوقتي. ليه؟ لأنه أنا لازم أعرف اللي بيحصل حواليا في العالم، أقدر أقرأ، أقدر أتفرج على برامج، أقدر أسمع أخبار، يعني أبقى ملمة بكل اللي بيحصل حواليا. في ناس يبقى عندها إنه أنا بحب أحمد شكري علشان هو بيفهمني كذا أو بتعلم منه كذا، بحب الشافكي عشان هي عندها كذا وكذا وكذا، بحب لانا لانه لانا عندها
في الحتة دي حاجة مهمة قوي بتقدمها لي. وبحب سلام عشان هو سلام، هو يعني السلام. يعني كل مشاهد بيتعلق بمذيع أو مذيعة أو يعني، وبيبقى بياخد منه. هو الإنسان وهو صغير بيستقبل من الجميع، بس في ناس معينة بتبقى قدوة له. أنا عايزة برضو نروح لمنطقة تانية عند المذيعة بقى، يعني المبدعة سلمى الشماع. كان عندك تجربة في مونت كارلو واشتغلتي فترة في مونت كارلو، قد إيه استفدتي وقد إيه حسيتي إن هي أضافت لك خبرة؟ يعني هم كانوا عارفين انه راديو، انا جايه من التلفزيون المصري، و فبالنسبه لهم انا يعني لما بتوع الشؤون العاملين بيتكلموا معايا، ف مسيو بريفو قال لهم، اللي هو المدير، بيقولوا لي مش عارفه انت هنا هتبقي مشهوره، قال لهم هنا هتبقى مشهوره ايه، دي ستار جايه لنا هنا، هي مشهوره نفسها. ودي في التلفزيون المصري وكده، فسكتوا يعني. ففعلا يعني هما انا استفدت كتير جدا، لانه نظام السيستم بتاع الشغل عندهم كان غير عندنا. هنا مثلا كان معايا الاستاذ مفيد فوزي والاستاذ رؤوف توفيق، ومعايا سمير صبري بعد كده، ومعايا ناس بيجيبوا لي الحاجات واحنا بيساعدونا يعني. فلما رحت هناك قالوا الواحد مسؤول عن شغله يعني من الالف للياء. قامة إعلامية رائعة أستاذة سلمى الشماع، يعني كنا حابين. ما يعني كل لكل مجتهد نصيب. بالضبط. وانا بالضبط. بحب شغلي قوي، واخذنا هاي الفرصه انه تعرفنا على هذا التاريخ، وهذا واحد من الاسباب اللي بخلي فعلا التلفزيون المصري هو رائد للاعلام العربي. شكرا جزيلا لك الاعلاميه والمدرسه الاعلاميه، نورتوني وانا سعيده بيكم، بتمنى لكم كل التوفيق. ان شاء الله هنقدر كلنا نقف بامكانياتنا إن شاء الله وبقدراتنا على يعني اننا نواجه كل اهل الشر. وصنع محتوى جديد. استمتعنا بيكي جدا، وبتهيأ لي يعني احنا في التلفزيون المصري اسمحوا لي، مش ممكن كان جيل يسلم جيل او ننجح الا لو كان عندنا رموز كده كلها ابداع صحيح. ومحاولات حقيقيه. والأستاذة شفكي اليوم هي في نفس المنصب اللي كانت موجودة فيه. أيوة. الأستاذة سلمى. أيوة. خير خلف. أيوة. لخير سلف. شكرا جزيلا لك الأستاذة سلمى الشماع، وشكرا أحمد ولانا وسلام. شكرا من القلب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيت للكل. أشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.